السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل روتين كده خفيف في المطبخ، وهعمل كمان شوية تغييرات يعني استعدادا لشهر رمضان كده، وفي آخر الفيديو كمان هنعمل جولة في المطبخ. أتمنى ان الفيديو يعجبكم. أول حاجة طبعا بدأت فيها في المطبخ، بدأت كده أعمل فيه شوية كده أطباق ومعالق، يعني كده شوية مواعين بدأت كده ان انا أبدأ بيهم الأول، ونظفت الحوض بالشكل ده. بعدين كده بدأت أنظف البوتاجاز. أنا هعمل خلطة كده بنظف بيها البوتاجاز كل فترة، بتبقى حلوة قوي. بحط كده كل اللي هي العيون في طبق كده، بحط عليه معلقة كبيرة من الكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم، ومعلقة كبيرة من الملح الليمون، وشوية من الخل، وشوية من المية السخنة. لازم تكون المية مغلية. وبحط كمان عليهم شوية من صابون المواعين. وبرضو بعمل نفس الخلطة دي في طبق كده هعمل بيها البوتاجاز نفسه. وطبعا العيون اللي انا حطيتها في طبق بسيبها كده تتنقع شوية. يفضل طبعا تسيبيها وقت طويل، بس انا يعني سبتها كده حوالي ربع ساعة. وبنفس الخلطة بنضف بيها البوتاجاز، بجد اي دهون بتطلع بسهولة، وكمان بيديكي لمعان حلو قوي. بعدين بدأت كده ان انا انضف الصابون كده بفوطة، وبعدين العيون كده اللي سبتها تتنقع شوية في الخلطة اللي عملتها. بجد الحاجات السودة بتتنضف بكل سهولة، يعني انا مش بدعك جامد، انا يدوب بس كده بضغط عليها بتطلع بسهولة. بجد الخلطة دي حلوة قوي، الكربوناتو مع ملح الليمون والخل بيشيلوا اي دهون وبتديها لمعة كمان. ودي كده الاجزاء السودة دي هي لونها اسود اصلا، برضو نتفت واي دهون عليها بتتشال بسهولة. وكمان العين دي ما كانش فيها، يعني انا ما دعكتهاش والدهون طلعت منها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. بجد الخلطة دي حلوة قوي، جربيها مش هتندمي، تحفة وبتشيل اي دهون. طبعا كل ما بتسيبيها اكتر في الخلطة دي بتتشال بسهولة، بس انا عشان كنت مستعجلة بدأت كده استعجلت عليها يعني ونضفتها على طول. بعدين ببدأ ان انا كده اغسلها بالمية. وبعدين بقى بدأت ان انا احطها كده، يعني اسيبها الاول تتصفى من المية بتاعتها او تنشفيها. بعدين كده حطيتها في البوتاجاز. البوتاجاز بجد تحفة قوي، بيلمع والدهون اتشالت من عليه خالص. طبعا الخلطة دي برضو نضفت البوتاجاز من كل النواحي، يعني من ظهره ومن جوه، يعني في كل حتة نضفته كويس بيها. وكمان هنا كنت عاملة كده ديكور كده للبوتاجاز، ديكور رمضاني. بدأت كمان ان انا احطه بعد طبعا ما نضفته كويس، وده كده شكله. بعدين كده بدأت الجزء ده كده من المطبخ، هعمل كده فيه شوية تغييرات، يعني تغيير كده ديكورات، هعمل ديكورات جديدة رمضان، وكمان التغيير مطلوب. بدأت كده شلت الجزء ده كده زي رف كده، وطبعا مسحت السيراميك اللي حواليه. بعدين كده جبت الاستيكر ده، هو طالع جديد، بدأت كده ان انا ألزقه على الجزء ده كده من السيراميك. انا هعمل الجنب ده كده من المطبخ. اهم حاجة ان انتي تفرغي الهواء كويس من الستيكر ده. انا كده خلصت الجنب ده كله، بدأت كده احط الرف ده، وطبعا برضو بمسحه كويس. وبعدين هبدأ احط فيه احط عليه البرطمانات دي. انا عاملة الجزء ده كده للمشروبات، يعني للشاي والسكر والحلبة واليانسون. الرف ده يعني كله عاملاه كده للمشروبات، بمسحهم كويس كده. انا طبعا منضفاهم، يعني ايدي فيها على طول، فمش الدهون يعني مش لازقه فيها. وبحط كمان جنبها كده كوبايات، وده كده بيكون الرف خلص معايا. بدأت كده ابدأ ان انا اعمل الرخامه بنفس برضو الخلطه، الملح الليمون مع الكربونات ومع الصابون والخل. طبعا نضفت بيها الرخامة، وهبدأ ان انا كده امسحها بفوطة مبلولة.
وبعدين بفوطه ناشفه هبدا ان انا انضف المايه دي كويس. وبعدين كده جبت الاستيكر ده، ده طبعا فيه منه الوان، انا حبيت اللون الاسود. بعدين الاول بقيسه على الرخامه، وبعدين بقص كده حسب المقاس، وبعدين ببدا ان انا الزقه كويس. اهم حاجه بس الهواء تفرغيه. انا استخدمت كده فوطه، بدات كده ان انا اشد، يعني ايد بشد بيها الاستيكر والايد التانية بفرد بيها عشان ما يبقاش فيه اي هوا. وبخلص الرخامه كلها بنفس الطريقه، وبرده الرخامه التانية اللي هي جنب الحوض برده هعملها كده بنفس الطريقه. وبكده اكون خلصتها، بجد شكلها حلو قوي وعملت تغيير كده في المطبخ. وبعدين ده كده الرف فوق يعني رف كده فوق الرخامة، بدأت كده ان انا طبعا امسحه. انا طبعا كل الدواليب دي برضو بعملها بنفس الخلطة، بنضفها الاول بيها. ودي كده الاطباق دي انا عاملاها طبعا، بحط فيها كده يعني اي حاجة كده في المطبخ، حساهم مناسبين كده مع الثلاث رفوف دول. وبعدين كده جبت المنظمات دي، انا طبعا عاملاها في القناة برضو من علب السمنة وعلب الحليب، حطيت فيها التمر وده الكركديه، حطيتهم كده على جنب في الرخامة يعني. ودي كده برضو برطمانات كنت برضو عاملاها، هبدأ احط فيها كده، هعملها كده للجوز الهند والزبيب، يعني تبقى جاهزة اي وقت للكنافة او القطايف. بدأت كده اعبيهم بالطريقة دي، وبعدين هبدأ ان انا احطهم كده في الدولاب. وده كده برطمان كان فيه جوز هند، بدأت كده ان انا يعني كملته كده بجوز الهند. والمنظمات دي كلها انا عاملاها من قعدات التدوير، دي كده علب حلاوة عملت منها كده طقم بحط فيها برضو حاجات في المطبخ. والمنظمات دي كانت من ازايز، يعني انا بحبها قوي، الحاجات اليدويه اللي انا بعملها بحسها حلوه جدا وبتنفعنا طبعا. ودي كده العلب برضو حاطه فيها بقوليات والشاي والسكر. وده كده شكل الرف، برضو طبعا انا مسحته بنفس الخلطه. وكده الجزء التاني ده انا حاطه فيه كل علب، يعني الحاجات الخاصه بالتفريز. العلبه دي حاطه فيها اكياس التلاجة، والعلبه دي برضو كنت عاملاها من علبه اللبن حاطه فيها الاكياس. هنا العلب دي برضو بستخدمها كده في التفريز. وهسيبكم بقى في جولة في المطبخ طبعا بعد ما فرشته وزينته كده بزينة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى ان انتم تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى
ذهب وعدك صار رسالة، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا،